على فكرة يا رشا، ماما عاملة لك الأكل ده بإيديها، مش كده يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، وأنا هيجيلي أغلى منها. ميرسي يا طنط. بمناسبة الأكل بقى، إيه أكتر حاجة بتحبيها وتعرفي تطبخيها وشاطرة فيها؟ لا أنا ما بحبش المطبخ وما بعرفش أطبخ خالص. ولا يهمك، أنا هبقى أعلمك، أصل أنا بعرف أعمل شوية أكل، إنما إيه هيعجبك أوي. لما بتكوني فاضية وقاعدة في البيت ما بتساعديش ماما في المطبخ؟ مومو عارفة إني ماليش في الحاجات دي. أمال ليكي في إيه يا حلوة؟ ليا في الفرجة على التلفزيون، أسمع مزيكا، أخرج مع أصحابي. يعني مش عايزة في يوم من الأيام تبي أم؟ لا أكيد عايزها. طيب يبقى لازم تجهزي، ولا هترمي نفسك في البحر من غير ما تعرفي تعوم يا حلوة؟ هو حضرتك مكبرة الموضوع شوية؟ هو فعلا كبير، كبير قوي. عادي يعني، في أمهات كتير ما بيعرفوش يطبخوا. أمال بيأكلوا بقى أولادهم وأزواجهم إيه؟ بيطلبوا لهم أكل جاهز من بره. وأنهي بيت بقى يتحمل ميزانية زي دي؟ ده غير كده وكده بقى الأكل غير صحي. ساعتها هبقى أتعلم أطبخ. هو يا بنتي الامتحان بيذاكروا قبله ولا بيذاكروا فيه؟ يو يا طنط، انا ليا اهتمامات تانية اهم من الحاجات التافهة دي. زي ايه؟ هو امتحان ولا تحقيق؟ الموضوع خد اكتر من حقه، مع انه ما يستاهلش. قصدك ايه؟ قصدي انا قلته وكفايه لحد كده. اهدي بس يا امي، مش كده. اهدى ده ايه؟ الحكايه انها مش ما بتعرفش تطبخ، الحكايه انها مش متربيه وما عندهاش ادب. يا امي يا امي، انا اتحدى في بيتك يا سعد. يا رشا يا رشا، اهدي مش كده. رشا يا ماما، رشا. ايه اللي خلانا قعدهم مع بعض دول؟ زي ما انت عارف يا اشرف باشا، انا مش قاعد عندكم هنا كتير، يعني يا دوبك على المحامي ما يستشكل في الحكم ونسوي القضيه مع البنوك وارد لهم القروض بتاعتهم. اشرب قهوتك يا سامي بيه، انت منورنا. وعشان كده انا عشمان في طلب عند سعادتك. امرني. بقول يعني لو كان ممكن اركب جهاز تكييف في الزنزانه بتاعتي، اصل الدنيا هنا حر قوي. وماله؟ طالما هتجيبه على حسابك وهتسيبه لنا لما تخرج بالسلامه ان شاء الله. ده اقل تذكره اسيبه هنا في السجن، وسعادتك طبعا تبقى تقدر تاخده وتحطه في اوضتك. كمان لو ممكن يعني تلاجة صغيره كده، اصلي ما بعرفش اشرب غير الميه الساقعه. هو ممنوع يا سامي بيه، بس عشان خاطرك بس انا هستثنيك. حس كده بقى، انا ليا بعد اذنك يعني طلب اخير. خير؟ المدام بتاعتي. ايه؟ عايزنا نجيبها لك يا كمان الزنزانه ولا ايه؟ لا طبعا يا اشرف باشا، سعادتك فهمتني غلط. انا اقصد بس يعني لو ممكن موبايل ابقى اكلمها واطمن عليها، اصلها تعبت قوي من ساعه ما جيت هنا وصحتها في النازل. لا لحد هنا وكفايه قوي، بس دي مسؤولية عليا، وبتهالي حضرتك ما ترضليش الأذية ولا إيه؟ لا طبعًا ما أرضلكش. منورنا يا سامي بيه، اشرب قهوتك. أنت الخشن؟ خير يا باشا. كنت شوف؟ بتسولي ليه يا باشا؟ أنا ما عملتش حاجة. مش حاجة؟ أمال إيه ده؟ ده عدم المؤاخذة يا باشا، برشام، برشام مسكن، أصل أنا ضهري بيوجعني قوي بالليل وأنا نايم. مسكن ولا مخدر؟ هطلعها يا باشا بيني وبين المخدرات. خدوه على البوكس. يا باشا خدوني على البوكس دي، أنا ما عملتش حاجة. بالراحة يا دوب. يلا استنى تجي أنت لوحده وتقعد. بالراحة يا جدع. اطلع. يا باشا أنا ما عملتش حاجة. يا اخوانا مش كده بقى. احسن يستاهل. اه يا حاج، ده كان مزهقني في عيشتي. اشكريني بقى. اشكرك وماله يا حاج، بس على ايه؟ ما انا اللي خليتهم خدوه. انت اللي قلت لهم؟ طبعا، امال ايه؟ ما كنت عاوزين اسيبه يترزر عليكي في الرايحه والجايه؟ ده كان اقل واجب لازم اعمله معاه. لحقت تغير عليا يا حاج؟ طبعا يا ست الكل، مش هتبقي مراتي وكرامتك من كرامتي. ربنا يخليك ليا يا حاج،
ولا يحرمنيش منك ابدا. بقولك ايه، تيجي نكتب الكتاب بكره؟ خراشي انا لسه ما جهزتش، وبعدين يعني انت لسه ما جبتش الشقه اللي كنت قلتلي عليها، ولا تحب نتجوز مع عمي؟ باشر بعد ما نشرب الشاي ونحاسب هاخدك افرجك على الشقه. انت جبتها؟ جهزتها وفرشتها كمان. بتتكلم بجد يا حاج؟ انت قصدك استعجلتي، انا كنت عاوز اعملها لك مفاجاه. اتفضلي عقدها اهو وباسمك كمان. بحبك يا حاج، بموت فيك يا حاج. لازم نروح شقتنا. ايه ده؟ انت هتفضل تكسبني كده على طول؟ ده ايه الحظ ده؟ حظ ايه يالا؟ كل يوم اكسبك وتقول لي حظ، دي حرفنه. وبعدين يلا قوم خد دش كده وروح عشان البك ماتش تاني قبل ما امشي. لا انا مش هلاعبك تاني النهارده، الحظ معاك. بعدين حاجه غريبه، انا عمري ما شفت كده واحد يبقى سعيد في الحب وسعيد في اللعب. انت بقى مين اللي قال لك ان انا سعيد في الحب؟ امال ايه؟ مغصوب على خطيبتك دي؟ لا مش مغصوب عليها ولا حاجه، بس زي ما تقول كده مشدود لها من غير تفكير. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه، ممكن توضح؟ اصل رشا خطيبتي دي بتفكرني بميادة. مين ميادة بقى؟ ميادة دي اجمل وارق انسانه قابلتها في حياتي. ضحكتها كانت بتنور لي دنيتي، وصوتها بالنسبه لي كان هو الدفء. يا سيدي على الحب الافلاطوني. كنا مع بعض في اعدادي، انا وهي كنا في فصل واحد، كنا بنقدم سوا الاذاعه المدرسيه كل يوم الصبح. العيال كلها كانت بتحسدني عليها، اصلها كانت حلوه بجد وكانت بتحبني قوي، لدرجه ان انا رحت لابويا اياميها وقلت له انا عايز اتجوزها. طب راحت فين دي؟ سافرت؟ لا اكيد اتجوزت وزمانها معاها قرطة عيال. برضه لا. ما راحت فين يا سعد؟ ماتت. لا اله الا الله. ماتت في حادثه عربيه هي وابوها وامها. انا بقى لما سمعت الخبر ده وقعت من طولي، وخدوني نقلوني على المستشفى. حادثه مؤلمه قوي يا سعد. سابت جوايا ذكرى صعبه قوي يا طارق، ومن ساعتها وانا مش عارف احب تاني. طيب و قعدت على الحال ده كتير؟ 13 سنه. 13 سنه وانا رافض ادخل اي قصه حب، لغايه ما قابلتها تاني. قابلت مين يا ابني؟ هو في ميت بيرجع؟ قابلتها في رشا. اصل رشا دي شبهها قوي قوي. يعني انت عايز تقول لي ان انت بتحب رشا عشان هي شبه مياده؟ حاجه زي كده. ايوه بس اكيد يعني الطباع مختلف. ما هو ده اللي هيجنني بقى، ده اللي هيجنني يا طارق. بحاول اظبط في البيت رشا شويه حاجات مش عارف اظبطها خالص، اصلها عنيده بس طيبه قوي. انت عارف يا اخ سعد، مشكلتك دي حلها عند دكتور. دكتور؟ ايوه دكتور امراض نفسيه وعصبيه، لانك خلاص يا سعد بقيت هبه هبه هبه.